صباح اليوم امام مديريه الجهويه للفلاحه بجهه قلميم وادنون، مجموعه ديال الكسابه كيجتمعوا امام الاداره وكيحتجوا، والسبب كان صادم وخطير. خلوكم معنا نشوفوا الارتصامات ديال الكسابه حول اسباب ديال هذا الاحتجاج. السلام عليكم. هذو الكسابة جميع الأمورات مستخصين بيها، وجا منهم لا واحدين، أما الكسابة راهي ما فيها جات ولا فيها تراتشي، ونجو اللي دار هون ما نجرو حد استقبلنا، أي حال اللي رايناه مشينا بكذبة، ما هي مبنية على شي. الكساب ضايع من جميع الأمورات، لا من المادة اللي معطينا من عند صاحب الجلالة، لا من الزرع ولا من الشمندر ولا من البشنة ولا من الشكاوي ولا من الدواء. نعدلوا الورقة ديال الدواء ومنين نجي هون يقول لك ما هي كاينة، ولا جينا لهم هون ما جبت الورقة يقول لك سير جيب الورقة، ومنين يجيب الورقة يقول لك ما هي كاينة. هنا هذا من المسايب ما هي مبنية على شيء، ما زاد لنا شيء. كنطلبوا من عندكم إذا كان شي تسهيلات، والله شايفينكم الكسابة راهم ضايعين أكثر من ضياعة اللي ما عندها حد وماشيين فيها، إلى ما غطوهم من فضل مولانا وجوده. وهذا والسلام. اليوم لإدارة الفلاحة، أولا ما جبرت هي حد بعد قاعد استقبلها بصفة نهائية، والناس موقف عنهم الزرع هذا أكثر من 15 يوم، وما جبرنا اللي له يجاوبنا يتجاوب معنا غير واش هذا الزرع علاش موقف، قال لك السيستم واقف. حنا خاصنا بعد نجبر اللي يجاوب معنا، لا عندنا بصفتنا كسابة، وهذه الاداره خاصه بالفلاحه، والكساب خاصه تجاوب مع هذا الكساب تقول له راه ما كاين والله كاين. حنا اليوم واقفين، ما جبرنا اللي يتجاوب معنا. اليوم كنطلبوا من السيد الوالي ونطلبوا من السيد مدير الجهه والفلاحه باش يشوف الحاله لهذه الكسابه، هذه خاصهم الزرع، خاصهم الشمندر، خاصهم البشنه، خاصهم ما تلا عندهم ما يعطوا، ما تلا عندهم لا قدم ولا اخر، كسيبه حاصره عليهم اولها على عقاب باش لا ينعطوها. ايوا صافي، حتى حنا غير ندخلوا ونقفلوا لهم في الولايه ونريحوا فما ثاني يعطونا شي حاجه ناكلوا، ونجيبوا التركه الى عاد لي الا تمت هذه الحاله غنجيبوا لهم التركه يعطوهم شي ياكلوها، ما عندنا ما ثاني نعطوه. اليوم كنطلبوا من السيد الوالي والسيد مدير الفلاحه يوصلوا لوزير الفلاحه على الكسابه، راه مات لعنهم ما يعطوا الكسيبه، وراه كنجوا هنا للاداره، الاداره كاع ما كاين اللي يجاوب معنا، الموظفين ما كاين حد. اليوم هذا الميساج بغيناه يوصل للجهات المعنيه المسؤوله على هذا القطاع، هذا راه ولو حصر على عقابه، وهذه المجموعه كامله تراعي فيها راهي مخلي حيتها حاصره ما عندها ما تعطيها، وجات اليوم باش توصل هذا الميساج، والا ما تجاوب غيتوصل اكثر من هذا الميساج، غتجي اكثر من هذا الشيء، راه غير مجموعه قليله. والسلام عليكم ورحمه الله. الكسابه كنتواجدوا هنا قدام المديريه، نحنا هون الكسابة كنتواجدو فم المديرية، يعني المسؤولين ما جبرنا حتى شي واحد. كسابة جاو تقريبا 15 يوم هذه الزرع موقف السيستيم، ولكن الكساب اليوم واللي عنده الكسيبة ما كيعرف السيستيم توقف، يعني ان الكسيبة الى بات الليلة الى واحدة اكلت تموت، والكسابة كيعانوا من قلة الادارة، ما كاين اللي يستقبلهم وما كاين اللي يمديها فيهم، والمسؤولين كلهم جينا ما جبرنا الإدارة خاوية، نحن ملي جينا بغينا الزرع ما جبرنا حتى شي واحد نتكلموا معاه، ونحن المشكل هذا هو اللي علينا الكسابة كيعانوا وما كاين اللي مديها فيهم، وكيقولوا لي علينا الكسابة كنجو دائما الزرع دائما نجو ما نجبروه، وهذا الشيء دابا نحن اللي كنتكلموا عليه الكسابة يعطوهم قيمة، راه الكسيبة مشات راه بقات غير 20%، ولا جينا نستوردوها من برا راه خاصو النهر مصلح في بلادنا، راه كسبه حتى ديك الزريعه اللي بغينا ننموها راه بغات تمشي، بقات واحد 20% خاصها نحتافظوا عليها. حنا كنجيو هنا ما نجبروا اللي استقبلنا، وملي جينا هاد النهارات بحال المفاجاه جبرنا قال لك السيستم موقف، كسب راه ما يعرف، راه كاين مسكين اللي جا هنا وخلى كسبته سد عليها وجا باش يدي الزرع وما جبر حتى شي مسؤول هنا. اليوم نحن الله يجزيكم بخير، الى عاد نحن اللي حقوا صوتنا للوزير، الوزير الى عاد اللي نعس يقوم من النعاس،
رانا جينا هنا ما جبرنا اللي يستقبلنا، ولا عادوا يلحقوا ليه الصوره. راه الاقاليم الجنوبيه راه هي اللي فيها الكسيبه، راه ما عندناش نعتمدوا عليه، ما عندنا بحر، ما عندنا وزينات، ما عندنا والو، كنعتمدوا هنا الاقاليم الجنوبيه كتعتمد على الكسيبه، هي اللي عندنا، هي اللي كنتجو. شي غير الكسيبه راه ما وخالك، راه النهار اللي يوقف الكساب والفلاح راه كتشوف الوقت واقفه كل شيء. اليوم الله يجازيكم رانا كنعانوا، بغيناك السيد الوزير توقف معنا، الزرع الكسيبه راه ما عندنا ما نعطوها، صافي راه وقفنا، جينا للزرع، اش غادي نعطوا الكسيبه؟ الزرع وقفتوه، اش غادي نعطوا؟ والزرع والعلف وبغينا كنعانوا الزرع واحد ورا ما مزينا والو، بغينا الشمندر وبغينا الزرع وبغينا السكاليم وبغينا الفصه وبغينا الكسابه، الكسابه راه ما عند ما كان اللي عاطيهم مخ. ولبشنا وكساب خاصنا نوقفوا معاه، والدواء والدواء ما كاين، كاين دابا اللي كنا البهيم بها فيها المرض كنجرو انا دائما، ما كاين البيطاريين، ما كاين شي، كلا مشى يتبحر مع راسو ومشى وقعدوا خلاو الكسابه مساكين هنا تيان، الزرع ما كاين، والحيه راه مشات، وين هي؟ الماء ما كاين، الكمينات اللي بغى يشرب بهيمو يجي الكمين ديال الفلاحه يديه بحالو بحال. يطلب لك 500 درهم على 20 كيلومتر، عندنا كندو غير دوك اللي كيكرو كاميراتهم 500 درهم. يعد هذا المشكل ديال السيستيم من اخطر المشاكل التي يعاني منها القطاع، وخاص الاداره تلقى بديل اللي ما يخليش هذا المشكل يتكرر في المستقبل.